أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتاجر في لباس البنطال الذي يلبسه الرجال، خاصة أنه من صنع الكفار؟ الأصل في الملابس الإباحة، إلا ما كان فيه فتنة كلبس النساء للبنطال، هذا فيه فتنة، لأنه يبين مقاطع الجسم وضيق، وفيه فتنة، وليس هو من ملابس النساء. وأما بيعه على الرجال إذا كان من عادتهم يلبسونه، إذا كان من عادة الرجال أنهم يلبسونه فلا بأس بذلك، لأنه من الملابس، والأصل في الملابس الحل، ما دام هذه الملابس ليس فيها مخالفة شرعية.